السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارفومز دي مارلي جالوي، طبعا انتو تعرفون ان هالعطر انا وايد احبه ويرمز لي، بس فوق هالشي راح اكون وايد منصف في كلامي. اول شي، في وايد عطور في شركة بارفومز دي مارلي احسن منه، من ناحية المكونات، من ناحية الثبات، من ناحية الفواحان، يو نيم ات، لكن كعطر فريش هذا احلى واحد. عطر فواحانه ممتاز لأول ساعتين، بعدين يصير عطر عادي. ممكن ان العطر يتم معاك لين اخر الدوام، مرات اضطر اني ارش مرة ثانية. طيب، في عطورات شبيهة له مثل لاليك من وايت اللي اغلبية العالم تكلمون عنه، لكن هذا طبعا احسن الكواليتي. وفي عطر ثاني اذكره لي واحد من الشباب الله يذكره بالخير، احمد، اسمه نوت ا بيرفيوم من شركة جولييت هازاغان. انا للامان الاثنين هذول ما جربتهم، فلازم اجربهم ان شاء الله قريب، لكن هذا بالنسبه لي يعني خلاص مغطي. تدرون شلون؟ خلنا نروح نجربه برا وبعدين نتكلم على راحتنا. راح اتعطر فيه وبروح اركضك مره عشان تشوف مع العرق راح يقلب ولا لا. يلا بسم الله نبدأ. 3 كيلو مستمرين. يمكن بعضكم يسألني يقول جمال ليش قاعد تشيك العطر وانت تتمرن تركض وتعرق؟ لأن في ناس يقولون انه في العطر ضايقهم ريحة الفلفل، في فلفل أزود في العطر. بس أكد لكم إن لحد الحين ما في شيء مضايقنا، وريحة العطر ضايعة حلوة. طبعا تطلع عليه الحمضيات مع المسك ورق البرتقال، وبعدها يجيك شوي فلفل أسود مع زهرة السوسن اللي هي الآيرس وعنبر. أشوفكم بعد شوي. الحمد لله خلصنا. انا اسف لكن انا قاعد احاول نثبت نقطة، بس راح ننطر شوي اكثر عشان نشوف العطر لمتى بيتم معك. انا ما اتكلم عن الثبات، اتكلم عن شلون تتغير ريحته وشلون ممكن تصير خايسة وممكن تنفر الناس عنك باصعب الطرق. العطر الحين مأدي. اهلا وسهلا. طيب باختصار، العطر يونيسكس، ينفع للجنسين، صيفي اكثر بس تقدر تستعمله لكل الفصول. العطر فرساتايل، يعني ينفع للتمرين، ينفع للطلعات، ينفع للدوام، ينفع كل شيء وطول الموسم براحتك تستعمله. اداء خفيف لكن فوحانه جدا ممتاز اول ساعتين، بعدين يصير عطر عادي. هذا كل اللي عندي بصراحة عن العطر. أتمنى أكون فتكم، وأتمنى أني كنت صريح ومش بايست في تعليقي عن العطر. إذا في أي شيء حسيت أني بالغت فيه بليز قولوا لي. في النهاية، هل أنصح أنك تأخذ العطر من دون التجربة؟ أكيد لا لا، هذا حال أي عطر، ولو أنه أحسن عطر بالنسبة لي لازم تجرب العطر قبل لا تأخذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.